صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن فاطمة مكثت بعد أبيها رسول الله 75 يوما، وقد اشتد حزنها على أبيها رسول الله، فكان جبرائيل يأتي إليها يسليها ويعزيها عن رسول الله ويذكر لها ما يحدث، فكانت فاطمة تأخذ منه وعلي يكتب، وهذا هو مصحف فاطمة عليها السلام. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع مصحف فاطمة سلام الله عليها. هذا الموضوع نظرا لأنه من جهة يحاط بشيء من عدم المعرفة يحتاج إلى توضيح حقيقته لمن يريد استيضاح الحقيقة، ومن جهة أخرى نظرا لأن بعض مخالفي المذهب يتصيدون في هذه الجهة فيزعمون مع علمهم أو مع جهلهم بحقيقة مصحف فاطمة، يزعمون أن لشيعة أهل البيت يوجد مصحف آخر وقرآن آخر، وهم بالتالي لا يتفقون مع سائر المسلمين
في الاعتماد على القرآن الكريم المعروف بين المسلمين. سوف يتبين إن شاء الله مع نهاية هذا البحث جملة من الحقائق التي توضح الصورة. أولا، ماذا يعني كلمة مصحف؟ نفس كلمة مصحف ماذا تعني؟ الآن الشائع خطأ أن كلمة مصحف تساوي القرآن، والحال أن في اللغة العربية هذا غير صحيح. يعني الآن مثلا يجي يقول لك أنا اشتريت المصحف، المقصود أنه اشترى القرآن، ولا يسمى غيره أي غير القرآن بالمصحف عند الناس، لكن هذا من الناحية اللغوية خطأ بين. لما نرجع إلى معاجم اللغة ومعاني الكلمات فيها نجد أن معنى المصحف هو عبارة عن أي كتاب يضم أوراقا وفيه جلادتين، فيه جلادتان، في البداية مجلد تجليد وفي النهاية تجليد، أي شيء تبغى تخلي في وسطه سواء كان نكات أو كان فقه أو كان سيرة أو كان تاريخ أو كان عقائد أو كان قصص، إذا كان أوله تجليد وآخره تجليد يقال لهذا مصحف. إذا قرآن عندنا نفس القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ولكنه لم يكن مجلدا، يعني ما في كارتون وعليه جلد، هذا لا يسمى مصحف في اللغة العربية. ليش؟ لأنه لا يشتمل على دفتي كتاب، لا يشتمل على جلدين في الأول وفي الأخير، كل مجلد هو مصحف. تروح الآن إلى المكتبات تشوف مثلا تاريخ الطبري مجلد، هذا يسمى مصحف. تشوف كتاب قصص مجلد، هذا مصحف. تشوف قرآن كامل بس مو مجلد عليه، بس غلاف، بس قطعة كارتون عادية مثل اللي يوزع مثلا في المدارس، كثير من المدارس الآن يوزع مثلا جزء ياسين غلاف عليه، هذا لا يسمى مصحف من الناحية اللغوية الصحيحة. في اللغة العربية والاستعمال الصحيح لها أن المصحف هو عبارة عن أوراق، أولها تجليد وآخرها تجليد، المجلدات مصاحف، غير المجلدات ليست مصاحف بغض النظر عما يوجد في داخلها. فكما قلت لو جبنا قرآن كريم يشتمل على كل السور والآيات بس ما خلينا عليه تجليد، خلينا عليه غلاف عادي، هذا لا يسمى في اللغة العربية مصحف. ولو جبنا ربع القرآن أو سورة واحدة فقط وخليناها مطبوعة بشكل اللي في الأول جلاد تجليد وفي الأخير تجليد، نقول له مصحف. ولو جبنا غير القرآن أي كتاب من الكتب، تاريخ، سيرة، عقائد، قصص، فقه، أحكام، وخلينا هذا مطبوع الآن مثلا الرسالة العملية إذا طبعناها مع التجليد يقال لها في اللغة العربية شنو؟ مصحف. فلما نجي نقول مصحف فاطمة لا يعني ذلك قرآن فاطمة، وإنما شيء من العلم
فيه أوله جلاد وفي آخره جلاد، هذا أول نقطة مهمة جدا. ومن هنا سيتبين أن من يقول مصحف فاطمة يعني قرآن خاص وأن شيعتها يعتمدون عليه، هذا ما عنده أي علم باللغة العربية، هذا جاهل في اللغة العربية، إلا إذا كان متقصدا يدري المعنى ومع ذلك قال بهذا الكلام، وإلا معنى المصحف يختلف عن معنى القرآن في اللغة العربية. هذا أول نقطة مهمة. النقطة الثانية، ما هو هذا المصحف؟ ماذا فيه؟ ما هي أهميته؟ كيف جاء؟ الرواية عندنا، هذه الرواية وهي رواية صحيحة بحسب اصطلاح الفقهاء، يرويها أبو عبيدة الحذاء عن الإمام الصادق عليه السلام، وفيها في هالرواية هذه نقاط فيها أهمية، واحد من النقاط تأكيد على رواية 75 يوم بعد وفاة رسول الله، أن شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام كانت بعد 75 يوما، يعني نحن الآن في رحاب ذكرى شهادتها صلوات الله عليها. ويقول فيها إن فاطمة عليها السلام مكثت بعد أبيها 75 يوما، وقد أصابها من وفاة والدها رسول الله حزن عظيم وغم كبير. وبالفعل يعني هي عبرت عن هذا بهذا التشبيه المعروف، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا، وهذا ثابت الشعر عنها عند السنة وعند الشيعة، كدليل على جواز أن يرثي القريب من يفقده. استدلوا هناك بأن فاطمة عليها السلام كانت تأتي عند قبر أبيها وتقول هذا الكلام، مما ولم ينكر عليها حسب قولهم من قبل أحد، هي صحابية وباقي الصحابة كانوا يسمعون هذا ولم ينكروا عليها، مما يعني أن هذا الأمر الرثاء والنياحة بهذا المعنى ليست ممنوعة وليست محرمة، هذا في مصادرهم موجود. فنالها وأصابها من ذلك غم عظيم، فكان جبرائيل ينزل عليها يعزيها في أبيها ويسليها عن مصيبتها ويخبرها عما يجري على أبنائها. فكانت فاطمة عليها السلام تمليه على علي، وعلي عليه السلام يكتبه، وهذا هو مصحف فاطمة. هناك عدة أمور. الأمر الأول أنه كيف يقال بنزول جبرائيل على فاطمة؟ هذا معنى ذلك وحي جديد، وأنتم تقولون أنه انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وآله، وجوابه واضح للإخوة الأفاضل والمستمعين في أن النزول الوحياني ممتنع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أن يأتي جبرائيل أو أي ملك آخر أن ينزل على أحد بعد وفاة رسول الله بوحي فيه التشريع وفيه الأحكام، هذا كل المسلمين وبضمنهم شيعة أهل البيت عليهم السلام يمنعون هذا الكلام ولا يقبلونه. جبرائيل لا ينزل بالوحي الإلهي المشتمل على الأحكام
بعد النبي إلى أحد قط، ما ينزل على أحد. طيب، لكن لا يمنع ذلك أن ينزل جبرائيل أو غير جبرائيل على فاطمة ولا على غير فاطمة بأمور أخرى، وهذا إلى نماذج. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذا ظاهر الآية ملائكة مو واحد، وإذا بحسب التفسير أن جبرائيل كان يخبرها بأنها مصطفات ومطهرة، ولا شك ولا ريب أن فاطمة بنت محمد. هي أفضل من مريم، أفضل من مريم بحسب ما ورد من الروايات والآثار المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكفي هذا الإطلاق عليها أنها سيدة نساء العالمين وليست سيدة نساء قومها كما كانت مريم. طيب، فإذا كانت الملائكة تتنزل على مريم وهي دون فاطمة في الفضيلة والشرف والمنزلة، وورد الخبر عن الصادق بأنه كانت تتنزل عليها، ينزل عليها جبرائيل، في بعض الروايات ملك، في بعض الروايات الأخرى كالتي نقلناها لا تعيين هذا الملك منه وهو جبرائيل. فهناك مثلا في بعض الصحاح إنه كانت تتنزل الملائكة على بعض عباد بني إسرائيل، فإن كانت تتنزل على أحد في هذه الأمة فعلى فلان. طيب، إذا احنا نقول أنه الحد الأدنى أنه هذا الحديث وهو عندهم صحيح باعتبار وارد في الصحيح، كانت تتنزل الملائكة على عباد من بني إسرائيل، على ناس أوادم. طيب، لم يذكر في هذا على أنبياء، على رسل، لا، على عباد، على قوم من بني إسرائيل، ناس عاديون، عباد عاديون، ليست لهم صفة استثنائية، وكان ينزل عليهم الملائكة. فإذا جاء الخبر الصادق في أن فاطمة وهي سيدة النساء وهي بضعة المصطفى وورد فيها ما ورد من الكلام طيب من رسول الله صلى الله عليه وآله، فما الذي يمنع من حصوله؟ بل هو واقع وتدل عليه الأخبار. فهذا إذن فيما يرتبط بقضية نزول الملائكة أو جبرائيل على فاطمة عليها السلام. النزول بمعنى جلب الوحي من السماء المرتبط بالأحكام، لا، ولذلك عندنا روايات كثيرة في أن هذا مصحف فاطمة ليس فيه أحكام وليس فيه آيات من آيات القرآن، حتى لا واحد يجي يقول أنه شلون هذا صار، إذن جبرائيل جاء بالأحكام وأنزلها على فاطمة، جاء بالوحي إلى فاطمة، لا، في روايات كثيرة ليس فيه أحكام أصلا ولا يوجد فيه آيات من آي القرآن أبدا، وإنما هو شيء آخر سوف نتعرض إليه بعد قليل. فإذا صار عندنا أولا معنى مصحف اتضح ما هو، مصحف لا يعني قرآن وإنما يعني الكتاب المجلد، سواء احتوى على التفسير
أو على آيات القرآن أو على السيرة أو على القصص أو على غير ذلك من الأمور، هذا يسمى مصحف. أي كتاب مجلد هو مصحف. الأمر الآخر أنه نزول جبرائيل ليس ممتنعا، بل له نظائر وأشباه كثيرة وهم يثبتونه، القرآن يثبته على مريم وفاطمة أفضل من مريم، ويثبتونه لعامة عباد بني إسرائيل أن هذا حصل، ولا ريب أن فاطمة هي خير من أولئك. ليس فيه وحي، ليس فيه أحكام، ليس فيه آيات، وإنما شيء آخر. ما هو ذلك الشيء؟ المتحصل من الروايات أن هذا الكتاب المجلد الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام بعد مجيء جبرائيل بأخباره ونقله هذه الأخبار لفاطمة عليها السلام، كان يحتوي على علم ما هو كائن. الأحداث المستقبلية التي سوف تحصل، وهذا العلم نظراً لأنه علم خاص، لذلك كان من جملة مختصات المعصومين عليهم السلام. لا يوجد الآن مصحف فاطمة عند أحد من الخلق إلا عند صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. هناك مجموعة من العلوم الخاصة توارثها أهل البيت عليهم السلام كعلائم على أن لهم ارتباطا خاصا بالله عز وجل، فزودهم بعلم خاص لا يصل إلى غيرهم، وبقي هذا يتوارث عندهم، وهو من جملة علامات الإمام وعصمته. مثلا عندنا الجامعة، وما أدراك ما الجامعة كما ورد في الروايات، فيها الأحكام حتى أرش الخدش، إذا واحد إجا وخدش إنسان هكذا جرحه جرح بسيط، هذا موجود في تلك الجامعة، فيه فقه تفصيلي. هذا وين تحصل أرش الخدش؟ ما تقدر تحصله فيه لا في القرآن الكريم ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كان من علم رسول الله الذي أورثه الأئمة المعصومين عليهم السلام. ما قيل من كتاب الجافر أيضا نفس الشيء، فيه علم من علوم الأنبياء السابقين. ولذلك أي واحد يدعي في هذا الزمان أنه أنا عندي علم الجافر وعندي كتاب الجافر وعندي كذا، هذا غير صادق، الصادق بعيد عنه. يجي يقول لك أنا لنفترض عندي علوم خاصة من أهل البيت، لا يصدق. عندي مصحف فاطمة، لا يصدق. عندي الجافر، عندي الجامعة، عندي كذا، عندي كذا، لا يصدق في ذلك. مصحف فاطمة هو من هذا، من يمتلكه يكون ذلك أحد العلائم على أنه من الأئمة المعصومين الذين يتوارثون العلم الخاص. أحداث المستقبل، مثلا ورد في الروايات عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه في سنة 128 يبدأ أمر الزنادقة، وجدت هذا في مصحف فاطمة. الإمام الصادق عليه السلام عاش في تلك الفترة، استشهد سنة 148 على ما هو معروف، قبل بعشرين سنة يحدث واحد من أصحابه يقول له من الآن سيبدأ أمر الزنادقة، يعني مع نهاية الدولة الأموية تقريبا ضعفها،
ومع بدايات الحركة العباسية، لأن الدولة العباسية تأسست 132 بعد 4 سنوات من مقالة الإمام، في تلك الفترة بدأت حركات الزنادقة والإلحاد. في ذاك الوقت يتحدثون عن نشاط لعبد الله بن المقفع مثلا اللي توفي في سنة 150 هجرية، ولكن بدأ نشاطه الفكري الإلحادي من وقت مبكر. في بعده ب3 سنوات توفي عبد الكريم ابن أبي العوجاء، أيضا واحد من الزنادقة الذين كانوا يبثون الأفكار الإلحادية والتشكيكية. وأمثال هؤلاء بدأت هذه الحركات من حدود سنة 128 هجرية. مصحف فاطمة وين؟ سنة 10 و11، بس مع ذلك مذكور فيه أنه في سنة 128، يعني بعد قرن من الزمان سوف تبدأ حركة الزنادقة والإلحاد والتشكيك في المجتمع المسلم. هذا موجود في مصحف فاطمة. فيما يرتبط بالتطورات السياسية، من يحكم من لا يحكم، الفضيل ابن يسار واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وواحد ممن شارك في حركة الحسنيين، فجاء إلى الإمام الصادق عليه السلام. الحسنيون بدأوا يتحركون ضد الدولة العباسية، بالذات أيام أبي جعفر المنصور العباسي، طبعا واجههم بعنف وقضى على حركتهم. فالفضيل إجا يسأل الإمام الصادق عليه السلام، فقال أنا راجعت مصحف فاطمة فما وجدت حكما لبني الحسن ولا ملكا لهم في هذه البلاد. يعني أنت إذا كانت تتصور أنه عندما تتحرك معهم هذا سيعقبه نصر وانتصار على العباسيين، هذا شيل من بالك. لماذا؟ لأني وجدت في مصحف فاطمة، بحثت ما شفت فيه اسم ملك أو حاكم من أبناء عبد الله بن الحسن في مثل بغداد أو مثل المدينة اللي ثاروا فيها. طيب، وهذا كما قلت هذا الحكي يفترض أن تدوينه متى كان؟ سنة 11 هجرية، والآن الحكي في زمان المنصور العباسي بحدود سنة 145 146، يعني بعد قرن وربع من الزمان. فهذا هو النمط الذي كانت يتحدث عنه مصحف فاطمة، ما يجري وما يحدث مستقبل الأيام، القضايا اللي راح تصير في المستقبل، هو الذي كان في هذا المصحف، مصحف فاطمة سلام الله عليها. صار عندنا إذن عدة نقاط توضيح. كلمة المصحف ما هي؟ من أملاه، وتفنيد فكرة استبعاد نزول جبرائيل، وأيضا أن هذا معلومات اللي موجودة فيه لا ترتبط بالأحكام. عندنا تصريح عن أكثر من إمام ليس فيه من الأحكام شيء، طيب، وليس فيه آية من القرآن. نعم، ورد في روايات هو مثل قرآنكم هذا 3 مرات، يعني حجمه 3 أضعاف. لنفترض إذا الآن بحسب الصفحات الموجودة على سبيل المثال الآن في الكتب حوالي 600 صفحة في بعضها أو أقل أو أكثر، معنى ذلك إذا ذاك 3 مرات قد قرآنكم، يعني حدود 1800 2000 صفحة، وفيه هذه العناوين العامة للتفاصيل الجزئية وأخبار ما سيصير على الأمة
أوضاع الأمة المستقبلية اللي إحنا مثالين شفنا منها في الروايات، واحد منها يرتبط بقضية ظهور حركة الزنادقة كحركة فكرية منحرفة والحديث عنها، وأيضا ما يرتبط به هل أن بني الحسن سينتصرون ويؤسسون دولة في المدينة أو في بغداد أو لا، هذا وارد عندنا في الروايات. أضف إلى ذلك هذا المصحف لا وجود له الآن في يد أحد أبدا كما ذكرنا، لا عالم كبير ولا مرجع أعلى ولا الحوزة العلمية، لا أحد يطلع عليه باعتبار أن هذا من مختصات الإمام المعصوم وهو سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا تبين هذا الأمر فما يذكره بعض المشوشين وبعض الطائفيين من أن الشيعة لهم مصحف خاص بهم وهو مصحف فاطمة، يتبين بهذا الكلام المتقدم أنه كذب محض أو جهل محض. الكتاب هذا غير موجود، ما في شيء من القرآن الكريم أصلا، ما في شيء من الأحكام، لا يوجد عند أحد على الإطلاق، وإنما هو ذخيرة وميراث لأصحابه وهم الأئمة، وهو من علامات الإمامة، حتى أنه بعض أئمتنا عليهم السلام عندما ادعى بعض الهاشميين الإمامة وأشاروا إلى أنفسهم قال له بس خبر قل له أعطني مصحف فاطمة وأعطني سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أعطاك إياه هو إمام، إذا سلاح النبي وسلاح خصوص ذي الفقار وسلاح علي ذي الفقار ومصحف فاطمة إذا موجود عند ذاك المدعي أنا أسلم له بالإمامة وليس عنده شيء من ذلك. ليش؟ لأنها من المواريث الخاصة. زين، إذا كان هذا ما موجود حتى عند المراجع العظام ولا موجود في الحوزات العلمية ولا موجود عند المدققين والمحققين في الدراسات القرآنية، كيف تقول أن هناك مصحفا يعني قرآنا خاصا للشيعة يقرؤونه بدل هذا القرآن الذي هو بأيدي المسلمين؟ لكن مما يهون الخطب أن هذه الأكاذيب التي تنشر أحيانا بدافع تبغيض الناس في مذهب أهل البيت لا تلبث أن تتبين، لا تلبث أن تظهر، لا تلبث أن يظهر خطأها. شوفوا في كل المجتمعات الموالية لأهل البيت يلتزمون بالقرآن الذي نزل على سيد الأنبياء محمد، والذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام، بل كان مجموعا أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يحتاج إلى بحث خاص. شيعة أهل البيت عليهم السلام يتعاملون مع هذا القرآن المعهود ولا يزيدون فيه حرفا ولا ينقصون منه كلمة، والآن الحمد لله يعني هذه القنوات الفضائية والإذاعات تبث قراءة قراء شيعة أهل البيت وختمتهم للقرآن الكريم من المراقد المقدسة والمشاهد المشرفة، حتى يتبين لعامة المسلمين كذب أولئك الطائفيين الذين يريدون أن يشوشوا على الصورة الحقيقية. الغرض من هذا المصحف ما هو كان كما في
الرواية التي نقلناها، الغرض أن جبرائيل كان يسلي فاطمة عليها السلام ويعزيها بمصاب أبيها ويبين لها أن المستقبل سيكون من نصيب شريعة النبي صلى الله عليه وآله وعترته وذريته. وهذا احنا نلاحظه، يعني يخفف على الإنسان الألم. لاحظنا أن سيدتنا زينب عليها السلام مارست هذا الدور مع الإمام السجاد عليه السلام في اليوم الحادي عشر كما ورد في الرواية، لما ركبوا على النياق الإمام السجاد عليه السلام نظر إلى الجثث موزعة هنا وهناك فكادت تخرج نفسه من شدة الألم، فأقبلت عليه عقيلة الطالبيين زينب سلام الله عليها وقالت له: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية الماضين، ليش هالقد متألم؟ ليش هالقد متأثر؟ ليش هالقد حزين؟ إن الله أخذ ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون عند أهل السماء أنهم يجددون لأبيك قبرا ويرفعون له علما، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. هناك طابت نفس زين العابدين عليه السلام، ولو الإمام زين العابدين إمام زينب وأفضل من زينب عليها السلام، لكن الكلام هنا أيضا له دور وفضيلة. فاطمة عليها السلام عندما تسمع الخبر من جبرائيل أمين الله على الوحي تسمع أنه في المستقبل ولو هذه الآلام والمصائب والقضايا ستجرت عليك وقد تجري على أبنائك، إلا أن النتيجة أن دين محمد يكون ظاهرا على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، سيعم العدل والقسط ويمد الإنصاف جناحه في كل مكان بعدما كانت هذه الأرض مليئة بالظلم والجور، سيتغير هذا الأمر. معاناة أكو، ولكن النتائج نتائج ستكون من هذا القبيل، ولا ريب أن مثل هذا الأمر يطيب خاطر الإنسان. أنت يا فاطمة فقدت أباك، حزنك في محله، رأيت أيضا ما حدث. هي تقول: قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واعتل قومك أنقذهم فقد نكبوا. يعني فاطمة هي وصفت الحال عليها السلام بأنها كارثة بكل المقاييس، وأن فقد النبي صلى الله عليه وآله كان كافتقاد الأرض العطشى المطر والوابل الصيب. طيب هذا كله في محلها الألم، لكن يجي جبرائيل يقول لها: هل آلام وهل أحزان وهل مصائب ستنتهي عندما يظهر قائم آل محمد. بل قبل ذلك فيه بشرى، ترى الآن وضع المؤمنين، الآن وضع الشريعة، الآن وضع منهاج أهل البيت عليهم السلام وضع يسر الناظرين، بعدما كانوا فئة قليلة صغيرة مظلومة مضطهدة في ذلك الزمان، اللي يصل الأمر إلى إبعاد أمير المؤمنين عليه السلام عن منصبه وعن موقعه ويتجاوز، يعني إلى هالمقدار كان أمر الضعف موجود
أنت ترى اليوم هذا المنهاج في كل مكان، وهذا الضياء في كل مكان، والناس يهفون إليه بقلوبهم. هذا لا ريب من الأمور التي تسلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لا ريب أن إقامة ذكرها وذكر أبنائها الطيبين والحديث عن فضائلهم ومصائبهم ومناقبهم هو مما يدخل السرور على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويعزيها وينسيها مصائبها وإن عظمت وإن جلت، وهي بالفعل عظيمة. يعني مصائب الزهراء كم تحملت هذه السيدة الجليلة في نفسها في بدنها، امرأة لم تصل إلى عمر العشرين ومع ذلك يهجم عليها بيتها ويلطم وجهها ويكسر ضلعها ويسقط جنينها. هذا الأذى البدني شقد المرأة تحمله، ثم الأذى النفسي اللي هي تعبر عنه، تقول خرجت كاظمة وعدت راغمة، شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي، والكلمات التي قالتها هنا وهناك. ثم لقد أوذيت في أبنائها وعترتها صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الأمر الذي نراه تتبع أعداؤهم أبناءها عليها السلام بالقتل والجرح والسجن والإبعاد، حتى أنك ترى مقابرهم شتى ومراقدهم متفرقة، والكل يجمعهم أنهم قتلوا على يد أعدائهم، حتى لقد اشتهر عنهم ما منا إلا مسموم أو مقتول. ويحق لشاعر أهل البيت عليهم السلام أن يتساءل ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا. ذول اللي كان ينبغي أن يوضعوا في أحداق العيون احتراما وتكريما، وإذا بهم تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة. ما هي تلك المصائب؟ أول وأعظم مصيبة نسأل الله أن يفرجها، فمغيب كالبدر يا صاحب العصر. غياب الإمام صاحب العصر والزمان هو أعظم المصائب، لأنها منها تنبع باقي الظلامات. فمغيب كالبدر تنتظر الورى شوقا، طلوعا ومكابد بالسوم. بدأت المسألة بالإمام الحسن عليه السلام واستمر هذا المشوار. ومكابد بالسوم قد سقيت حشاشته نقيعة، ومصفد يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، ومصفد لله يا سلم أمر ما قاسى جميعا، ومدرج بالسيف يا أبا عبد الله، ومدرج بالسيف آثر عزه وأبا خضوعا. كل هذه المصائب على قلب فاطمة، بعض نبسام أو بعض في خراسان، بعض نبسام الرايا وبعض في خراسان،
بعض انبر الطيبة يا وبعض انبر الكوفان، وعظم علي مصيبتي المذبوح عطشان، أعظم علي مصيبتي المذبوح عطشان، لحسين وين اللي يواسيني على أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، أنا ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، وأعظم علي لون عناعي على أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسيم، وأبكي على أبوهم كتيل الإبن مل، وإن تسألوني يا خلق عن ياه وأضايا، أعظم علي لون عناعي على أفاطم، قومي يا ابنة الخير واندبي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم، اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. Thank you.